أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أن تضعوا أسلحتكم ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أن تأخذوا أسلحتكم ولا جناح عليكم إن كنتم مرضى أن ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم ود الذين كفروا لو تغفلون وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بما أنزل إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين
خصيما ولا تكن للخائنين خصيما إنا أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما يا أيها واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تطع الكافر واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما ها أنتم ها إن الله لا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا السؤال الثاني اقرأ من قوله تعالى أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على سؤال قال تعالى أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أوعجبتم أن جاءكم رجل منكم أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه وأغرقنا الذين فأنجيناه والذين معه برحمة
فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة وقطعنا دابر فكذبوه فأنجيناه والذين آمنوا معه برحمة فكذبوه فأنجيناه فكذبوه فأنجيناه والذين معه برحمة منا فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا إنهم فكذبوه فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون ما لكم
من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن سألتهم ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولئن أذقنا الإنسان رحمة من ولئن أذقنا الإنسان رحمة من بعد ولئن أذقنا الإنسان رحمة ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة من أنا في بالي باش نرجع للآية اللي قبلها ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة من بعد ضراء مسته ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير.
فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه ملك أن يقولوا لولا فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه آية من ربه أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك فإنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثرهم لا يؤمنون إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يعلمون لا يؤمنون إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون السؤال الأخير ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى إعاد سؤال لو تسمع ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس لعلهم يتذكرون ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لعلهم يؤمن وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك وهدى ولكن رحمة وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر أمة القرى ومن حولها وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك ولتنذر وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك وهدى ورحمة لعلهم لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم موسى بالبينات قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا ساحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيط قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين
بل كذبوا فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يريد الله فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم بغيب فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هداه بغير ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون